فتعالوا بقى نعمل ايه؟ نعمل الفراخ بتاعتنا. تمام، انا دي عندي بتغلي اسبوع هضربها في الاخر، والكريمه عندي هحطها برده في الاخر. بس كده زي الفل، ودي خلاص مش عايزه. طب تعالوا نشوف بقى الوصفه الجايه. كريسبي ستريبس بس صحيه مخبوزه في الفرن، واخده طبق الجنين القمح طعمها هايل. تعالوا كده بسم الله نشوف مقادير الكريسبي ستريبس الصحيه بتاعتنا. طيب معايا نص كيلو صدور فراخ، تمام، متقطعه شرايح زي ما انتم شايفينها كده، ومعايا ملح ايزو سولت، ومعايا فلفل اسود، وتوم بودره، وبصل بودره، وبابريكا، وجنزبيل، وزعتر مجفف، عندك زعتر فريش حطي مفيش مشكله، وعصير ليمون، وزيت زيتون، وجنين قمح. المقادير بسيطه جدا 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 وسهله، ما فيهاش اي صعوبه. فكره التغليف اللي احنا هنعمله للفراخ من بره، يعني الطبقه الخارجيه دي طعمها حلو جدا. زي ما قلت لكم جنين القمح ملوش طعم، يعني ملوش طعم نفاذ، طعم قوي، فبالتالي انا باخد حاجه مقرمشه من غير ما احس ان هي فيها اي مشكله.